كدغيس راديو حريو وراركا يوربحنا دي ودن بيي فالوين يا برنامج حيسلة راديو حريو عدكا شعبكا وغادينيا إذا ماذا قلبك سيدي حورين توغادين يا قيف الضنب يا حبين هوري حول قل قرشيسان كفول يي دق ماذا قبر الدهر قبل كاسي قرحي حول قل كاسي او للابك تي حفلد اي لاهاين إذا ماذا قميسي قيتو بيا كاول قل مقالا سي قبر الدهر ايا نوحكوي ديني قدوميها حرون طبيحة يجب هدا وديني حورين توغادين يا نفتي هو رسول عبد احمد سيدي اوضعي حول قل كاسي بسم الله الرحمن الرحيم هالقصصي هو قشياشي جود كده قارته هذا وحيوي اللي فريسي مريسة قريسة هكية رصافي ساندي فراكيشي سا مكا قشياش عاف او سي جود قوانا بحرمت كسوبة حرمت بحكا سوبة حيا عاي قيمو فلين كاف يو هالقال كان روقا بالدكورة قبل دار هنا هؤلاء لغو ترجل كلنا إلى هاي المحفلة بيكو قدمين فراتيشة هي ملاحظة إلى مدى كالدوان قوب عشاء اللوغي سليني إلى مدينة إلى عدد كردين هالكافين يبن كفوين فتكي كوفي هلان كسوة أرباحين إذن كهالك عشاين يعني بالقرين فردن وحي لها أي واحد كان إيا واحد على عمره القضي يبن سين مرد الوضح مكا قرشة سفي عهلوس وعجاسيني وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول المغاربة اللي بسوق على حرودو وحافظ على بعض اللي كنت على حرودو واتهي هولقال كاسمكو دعي عرور نمدي شلعي تاها هيددكي شعبك هاي مغالبة دقنا واحد لوق يستي لباتدي سوق على دراده حرودو تمجران وحا سوق على سين بطي دمان هو هاي صبح نمدي الأوروريين بعد شو كنا لو سمعين لازم كنت لقشين من جبهة كسيه دهبلان يوقع قرن يوحي ولا بيسود يعني وحال تعاون إلا هذا فكرة فينا كمان عرقاسي كوكي إذا ما دخلت جوابين هذا إذا ما بيسعى وحي ولا أجي سامبا بيشبه من خلاص يوم غدا وحي ولا يان مكع وحي تعاون تلعبين كميت أي كذا عرقاسي يوم بيرجع وان قرطي نفتي هوري برياهن دنبه واحد تارجت كآل وصارتين او شيش كنو صارين يهي داق مدى سي قفر الدهاري او دور مر او هدى اي كجر تقاله القلة العلوس كفوليتين مقالة القلية هيدا محا استراتيجيات او عصب او الارماء هسكو قادة سير عما استراتيجيات عصب او جبتة قيدها واجب كاوة ولا هستان قرشاها ما حرمت في قيد بود ديارسا قرشاها ولادك ان هذا الوضع فرطمي وحليلوية هذا كان اللي بيدر جرجلين اليوم ملكا قيت الدنب وخيرها واتبات كافرين اليوم بالكريبين سجارة ان حرم تتارج لهم بغن اذا مدى ورشياش الفلين اليوم بكريبت ملكا وقيت هدف او قيادا سيد في عام فلين ايسا يبي قيبت ان هو دوفان ملكا وهو قيادا سيد عطول سجارة تارج لهم هدين لكي هو قيبت دوفان وحاكتا كوكوية لتالسك الجاسكا وبعدين انت وغبا لغير جميشته مركا قريبك دانبنا الحيقة على تنيني وبيانيتا هذا اللي هالكا كسرا بشريني يومزوها وبيكين وحيالة بيكين كويسة يعني يجا هم الذين وحنا المعفيري وحنا الليلة مكا لقرش المعاسو طيرهانا يطيبق على تنيني كلهم أمانيين إذنك هالقالة سنيني وبيانيتا هذا الشبه وان قرطي قدومي يما الله عران كرا استراتيجيات عصب او آد قادتين او او حلونتا دوحاي قادتي اما تلسك عيلمضو اي قادتين ان لغا الرقان صدو باديه يتولو ينك او الله الرقان صدو مغالو ينك ووين او مغالو ينك ووين لدكو فرطار قرشان نوعات اما استراتيجيات عصب او نوعات او آد جسين ما الله عران كرا قرشيال كان واكاوي واسيباوي قرشاها صبرا وقاتي وحان لابد تلقى لهم لقى الجورة أو قلبي إيجا لقى الدوالة من العيدانك
inaan xadiga kula dagaalno magaalooyinka gudihiisa iyo taakulintiisa iyo wadada si loo naafiyo u dareemo waxyeelada soo gaaraysa waqti walba marka waa qorshe guud oo kulankii ama shirkii ay isugu yimaadeen hogaaminta jabhada gudaha ka hawlgashaa dhammaantood ay isugu yimaadeen bishii saddexaad kowdeedii shirkii ayaa go-aan waa iska soo baxeen kii oo fulayo dhaqangeliyo natiijadiisiina hadda si toosa loo arka wey istraatiijiyada cusub ay qaadateen miyaysan waxyeelo badan u keensanaynin oo ka badan tii hore ay ciidamada gumaysiga etoobiya ku hayeen shacabka oo markii magaalooyinkii laysla galo ama magaalooyinka lagu dhex dagaalamo dadka shacaba dhibaatooyin ka badan kuwii hore miyaysan soo gaaraynin miyaansan loo danayayn dadka shacabka shacabka waxa dantoodu tahay waxaan ku riiqanaya faagay aan dhammaadka lahayn inuu ka xili ka soo ororo inuu waqti gaaban ku dhammaadaa ayaa faa'iido iyagoo ah waxyeelada iyo dilka iyo kufsiga iyo dhaca muddo fara badan buu soo socday marka awal mau haystay muhay haddana u haysanayaa ilaa ummadda ay waxay doonaysa ka gaarayso marka taas danta ummadda aan doonayno tan baba danteedu ku jirtaa xaqiiqa kolkaan ka hadalo waan gartay guddoomiye maleeshiyaadkii hawaarinta ahaa ee loogu talagalay in magaalooyinka darfahooda lagu difaaco ama laga horgeeyo ciidamada qalabka sida ay xoreynta ogaadeen iyo mar haddii magaalooyinka laiskula dhaadhacay oo howlgallada ka fulinaysaan magaalooyinka waaweyn sida qabridaari iyo dhagaxbuur oo kale maleeshiyaadkii miyay dhammaadeen maxaa iyaga loogu taliyay xaggeysa ku dambeeyeen maleeshiyaadkii howlgalladii loogu talagalay qorshihii loogu talagalay ku fashilmeen gacan bira lagu qabtay waxay keentay arrintaasi inay iyagu kala baxsadaan inay iyagu isiraayaan inay abaayilahaa yidhaahdaan marka xogaha la soo gaaraya hadda jigjiga ilaa 2-10 kuwii madax ku sheegaha ayaa dhaysanayn gumaadka dadkeenna kusoo caan baxay yaa hadda ku xiran jigjiga lagu xiray marka in badan oo kale fara badan oo iyaga ciidamadooda ka tirsanna meelo kala duwan bay ka baxsadeen ciidamadeenna kuwaa usoo galay oo la jooga oo hadda girigaan ciidamo kasoo baxsaday ciidamada qaybtahaan qarbay u yimaadeen qaybta duufaan sidoo kale meelo kala duwanba baxsadkoodu soomaaliya u baxsanayaan galbeed bay u baxsanayaan meelo kala duwan bay u baxsadaan dunagaday ka baxsadeen bishan hadda aan ku jirno tankeedii ilaa labaatankeedii inta udhexaysa ilaa 12 baa ka baxsatay sidoo kale jasalaley ilaa 12 iyadana sidaasoo kale ka baxsatay bishan aan ku jirno hadda dalayaaqadaa iyagana sidoo kale ilaa 12 baa ka baxsatay jirigaan yaa kadaalika markaa baxsadku iyo cararkaasi kolkuu batay ciidamadeedii ku hogaaminayay inay ku guraan bay keentay kuwaasina waxba faa'iido u keenay waatay nafti hore aan usoo noqono howlgalkii habeen hore aad ka samayseen magaalada qabridaare ciidanka fuliyay howlgalkaasi intee baa lagu qiyaasi karaa intee buuse dhannaan ciidanka waa ciidan loo qorsheeyay qaybkuu qorshaysay tiradeeda iyo intay yihiinyana in la magacaabo waxba kuma jiraan laakiin ciidan loogu talagalay oo waxyeelada cadowga deegaanka iyo meesha loogu talagalay sidii loogu talagalay in waxyeelayo ciidan loo fulay oo xulay ahaa sidee idinku fulay maxaase khasaare idin soo gaaray in ay xafladdii khasaarihii ka dhashay ama dhimashaa haata ama burbur haata ama dhaawaca ahaadee weli xogtaas ma hayno laakiin xogta waa lagudi doonaa wax innaga ciidankeenna dhib oo kasoo gaaray ma jiro iyadoo naqadayna ka baxeen ciidamadii ugu kala galay xitaa gurmadka dambe kusoo gaarayna si fiican bay 19 ugu dhigeen iyadoo naqadayna ka baxeen waa tahay aada baa umahadsan tahay kaasna wuxuu ahaa guddoomiyaha xarunta dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ee nafti hure surub cabdi axmed oo raadiyo xurriyo u warramayay isagoo ku sugan gudaha ogaadeen ya ciidanka xoogga dalka ogaadeenia waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka ogaadeenia